فضيلة الشيخ، هل يجوز عمل العمرة مرة أخرى، أي الذهاب إلى التنعيم والإحرام من هناك، وأهديها لأحد أهلي؟ هذا جائز لا بأس به، لكن الأولى أنك تبقى في الحرم تصلي الصلاة الواحدة عن 100,000 صلاة، تطوف بالبيت وتقرأ القرآن وتشتغل بالذكر، هذا أفضل من تكرار العمرة والخروج للتنعيم. وإذا كنت بتنفع صاحبك أو قريبك تدعو له، ادعو له في الطواف، ادعو له في دعائك مع دعائك لنفسك، وهذا في فائدة لقريبك، فائدة كبيرة أفود من العمرة. نعم.